مرة أخرى أعزائي المشاهدين، ثلاث تغييرات كابتن فتحي أجراها ريني فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، صلاح محسن بدلا من جونيور أجايي في الدقيقة 65. تغيير يعني متوقع، ان هو جونيور أجايي عمل اللي عليه، أدى، سجل هدف، نتيجة المباراة مريحة بالنسبة له، فلازم يدي راحة يستغل الثلاث لعيبة اللي عنده ان هو يخرجهم ويدخل ثلاث لاعبين من اللي بذلوا مجهود اكتر. فجونيور أجايي عمل مجهود اكتر فبينزل له صلاح محسن. هتقول لي ليه ما نزلش ازارو من الاول؟ لان الفرقه ما فيش مساحات انهم يجروا فيها، لان ازارو بيتميز بالجري وبالسرعه وهو الكلام ده كله هو مش موجود، فعشان كده بدا بصلاح وصلاح خد وقته. لكن برضو المباراه لم تساعده ان هو يدينا، صلاح عنده كتير ان شاء الله في الايام اللي جايه. فطبعا تغيير طبيعي لاراحه وجنرال أجايي وانه يدي فرصه لصلاح عشان يكون موجود ضمن المنظومه اللي عنده 16. واحنا ظلنا قلنا قبل كده ان 8 على الاقل في كل فرقه بيبقوا ثابتين، فهو 8 ثابتين وغير 3. تمام. وليد سليمان بدلا من حسين الشحات في الدقيقه 69. وقت التغيير ده تاكيد انا الكلام اللي قلت ان النادي الاهلي او الراجل عنده اصرار دايما انه يحرز اكتر من هدف، يعني كسبان 1 و2 و3 ومصر لاخر لحظه. فلما غير وليد سليمان بدل حسين الشحات، برغم ان ده كان في الدقيقه 69 يعني بعد الهدف بتاع اسوان بدقيقتين، وكانت الفتره دي اسوان يعني عامله ضغط على النادي الاهلي، فاي مدرب تاني كان ممكن ينزل واحد وليكن مثلا حسام عاشور ينزله يقفل نص الملعب، انما هو لا، هو غير حسين شحات بوليد سليمان عشان يحافظ على الناحيه الهجوميه والكثافه العدديه في الناحيه الهجوميه، ورتم اللعب يفضل زي ما هو، ما يحسسش الفرقه الثانيه انه بقى بينزل مدافع عشان يقفل وراضي بالنتيجه. لا، كمان بعض المساحات بدات تظهر على في خط دفاع نادي اسوان، وبالتالي ينزل واحد سريع زي صلاح محسن ووليد سليمان. انا بتكلم على يعني بالتحديد وليد سليمان انه نزل بدل الشحات، كان ممكن بعد الجون يقلق شويه او الفرقه الثانيه ماسكه نص الملعب او ضغط على النادي الاهلي فيقفل شويه بحسام عاشور، لا هو كمل عشان الريتم يفضل بتاع النادي الاهلي في الناحيه الهجوميه اللي هو ما بيكتفيش بهدف. يعني التغيير الثالث كان وليد ازارو اسامه بدلا من عمرو السولية. طبعا عشان عمرو السولية بنتمنى ان شاء الله يعني الاصابه تكون بسيطه ويرجع على طول ان شاء الله. غير طريقه اللعب طبعا في العشر دقائق، بقى حمدي فتحي هو الارتكاز الوحيد موجود عنده، ولعب 4-1-3-2، لعب اتنين مهاجمين، خلاص اتنين مهاجمين على خط واحد او اتنين صراحة زي ما بيقولوا، وليد ازارو وصلاح محسن، وبقى الثلاثه اللي تحتيه وليد سليمان وقفشه ورمضان صبحي، وبقى حمدي فتحي خلاص المباراه سهله مش محتاج اتنين، فهو اللي لعب الوحيد. وقفشه نزل من تحت شويه برضه معاه الوحيد حمد. الارتكاز هم اعتقد ان وكمان بعد نزول ازارو ظهر كمان الهدف الخامس بتاع رمضان صبحي، فحتى التغييرات ممكن ما يكونوش سجلوا، لكن مع نزولهم الغله زادت زي ما بيقولوا يعني. هو حافظ على الريتم. يعني حافظ على الريتم الاداء في الناحيه الهجوميه، ما تحسش ان برضه لاخر لحظه انت ماسك الكرة في نص الملعب، لا بالعكس انت ضاغط ضغط، وشفنا كمان نقل في الاجناب في الدقيقه يمكن الجون الخامس رمضان صبحي، نقل في الاجناب المثلثات اللي اتعملت، يعني انت بتلعب في نص ملعب الخصم، ما اكتفتش بالنتيجه وريحت ونتيجه للاصابه بقى فابتديت تامل، لا انت بتكمل وعايز تزيد الاهداف يعني. عموما 3 نقاط جديده بيضيفها النادي الاهلي الى رصيده قبل التوقف الدولي خلال الفتره القادمه. زي ما قلت لحضراتكم المباراه القادمه للنادي الاهلي ستكون امام نادي الزمالك منافسه التقليدي يوم 19 اكتوبر ان شاء الله. 3 نقاط كانت هامة جدا في ظل نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن فتحي على وجودك معانا. شكرا ومبروك المباراة السادسة على التوالي إن شاء الله، والسلسلة تكمل بإذن الله. يا رب إن شاء الله، ألف مبروك يا كابتن حشيش، وإن شاء الله تكمل السلسلة خلال الفترة القادمة. إن شاء الله بإذن الله، وبهني طبعا جمهور النادي الأهلي بمجلس إدارته بالجهاز الجديد وباللعيبة وبالنتائج
ولجنه التخطيط ايضا ولجنه التخطيط. وطبعا شفنا احنا من يومين او من يوم الافتتاح بتاع البوابه مصر. بصراحه حاجه يعني رحت بنفسي شفت حاجه طبعا يعني كابتن فتحي حاجه فخر لينا كلنا، والرمز بتاع النادي الاهلي والنسر بتاع النادي الاهلي بيحلق في مدينه نصر، حاجه كده تحفه يعني. الف مبروك يا كابتن اسامه، وبشكرك على وجودك معانا، شكرا جزيلا. الله يبارك فيك يا كابتن اسلام. ويعني تكمله لكلام كابتن حشيش، الطفره مش في فريق كره بس، ده على كل المستوى، مستوى انشائي، مستوى العاب الصالات سله وطايره وهاندبول، كمان على مستوى فريق كره ما شاء الله. واحنا كمان كنا قاعدين بنتكلم النهارده، احنا مش ما كناش محتاجين نحلل شغل فايلر على قد ان احنا نرى بس المعوزتين. النهارده كنا عايزين نعمل كده اسامه بعد بتاع اللي بيقول لك احنا نقرا المعوزتين ونتكل على الله. انا بشكركم شكرا جزيلا والف مبروك. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نستقبل فقرتنا التاليه، دكتور احمد ثابت، اهم الارقام والاحصاءات الخاصه بهذه المباراه.